قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. رواه الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في هذا الحديث إثبات إيمان علي في الباطل في الباطن. ولما نزل قوله سبحانه: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال: اللهم هؤلاء أهلي. رواه مسلم. حبه علامة إيمان وبغضه علامة نفاق. قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه